عالسلامة، شنو أحوالكم؟ شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي. اليوم الغصات متاعنا بيتزا كوفير. دونك في الوصفة هذه مش نشارككم زوز وصفات، الوصفة اللي مش نخدم بها أنا ومش نوع أنا بدلت ما بين الوصفة الاحترافية وما بين الوصفة اللي مش نخدم بها أنا طول بيتزا كوفير. دونك والبيتزا مش نعملها بزوز أشكال، واحدة الغون ستاندار وواحدة مش نعملها كما الباقيت فخسي. يلا نتوكلوا ونشوفوا الغوسيت متاعنا منش تتكون. عندي 750 غرام فارينة، عليهم ساشي خميرة فورية، عليهم شطر ساشي خميرة تاع مرطبات، عليهم 15 غرام ملح، عليهم هنا انا حطيت هذا مكون اضافي، اذا اللي يحب يحط في البات متاعو يحط، واللي ما يحبش نجم يستغنى عليه اللي هو كليل وزعتر حتى بخسك 2 غرام. وعندي 50 غرام زيت. دونك عدنا 413 غرام ماء بالنسبة للوصفة الاحترافية. بالنسبة لي أنا مش نحي 22 غرام كريم ليكيد من الكونتيتي متاع الماء ونعوضها بكريم ليكيد، يعني عندي 391 غرام ماء و 22 غرام كريم ليكيد. دونك نبدأ أول حاجة شي مش نحط المكونات، مش نحط الملح والنفاح هذاك كليل وزعتر، ونغم الملح باش ما يهلكليش الخميره. مش نحط اكوتي على جنب الزيت زيتونه لكلها، وتنجموا تحطوا الزيت زيتونه في الاخر. وطبعا مش نحط الخميره، خميره الخبز العاديه الجافه، ومش نحط شطر باكو نتاع خميرة جاتو. انا مش نستغنى في الغوسيت هذه على السكر، دونك حطينا شطر باكو به، ومش نضيف عليهم الكريم ليكيد كلها، مش نحطهم في الباتر تتعجن، وبشوية بشوية نزيد الماء السخون. توا حطيتها في الباتور هاوكا تخلت الزيت هذاك نوعا ما باش تجيني مبسسه، وميم طون تنجموا تحطوا الزيت في اخر الغصات. وطبعا باش نبدا نزيد بشويه بشويه في الكونتيتي نتاع الماء. شوفوا الباتور نتاعنا كيفاش وليت طريه على الاخر، وتلصقوا ميمتون شوية في الصويبة، مش تلصق على الأخرى، انظروا ببلاش. دونك هذه التكسير اللي حشتنا به. بالنسبة للحشوة متاعي مش حضرت صوص بيتزا، وسبقت حضرتها معكم في غوسيت متاع ميني بيتزا، دونك عطيتكم الديتاي متاع الصوص. انا الصوص هذيك فضلت منها خبيتها في الكونجيلاتور، وتوا جبت ذوبتها واستعمل مش نستعملها. دونك هذه حاجة. عندي لهنا الفلفل بوم، باش نحط في بارتي وبارتي لي خاطر هو هذا حار، وهذه بطاطا قصيتها دي ترونش جويدين وقليتهم. نجم تعملوا بطاطا مصمتة، دونك بطاطا متوسطة ما عملتهاش كبيرة خاطر ما نحبش برشا بطاطا في الحشوة. دونك وعندي لهنا التون الطماطم، هنا عملت أربعة روس بصل صغار، هذه فلفل قلت هذا قارص مالح، لهنا تخبي لي هو بالعظم، هنا فلفل مالح الصغير حتى نوريه لكم انا. هذا هكا صغير الفلفل هذا قصيته جويد، وحطيت نجم تعوضه بالفلفل برابيط. وهنا عملت 5 كعبات عظم كيف كيف صمتهم وقصيتهم. دونك المكونات هذوما الكل كي باش نخلط معها البطاطا باش ما يجينيش الحشو شايح. شو نحط حكيت اثنين ثلاثة أربعة مغارف بون خنزيد وحدة أخرى خمسة مغارف كريم ليكيد باش ما يجينيش الحشو شايح. باش نزيد عليها بون هذا الزيت كي شريتو ها هو كيلو موزاريلا عربي فوندون، دونك شريتو من زيت ما حليتوش وما قصيتوش في وسط
بيتزات، انا نشري بالكيلو ولا بالزوز ونقسمهم 100 غرام 100 غرام 100 غرام كل قرطاس ونخبيهم في الكونجيلاتور. وقت اللي نستحق نجبدو قبل ما نبدا نطيب بمديدة باش يتنحى الثلج هذاك، وراه ما تلقاوش فيه لا ماء لا حتى شيء. توا هذه الباتة نتاعنا اللي عجناها، قايتها ترتاح درجين من زمان. حطيت الفرينة على البلون دو ترافاي وعلى الطبق اللي مش نستعمل الطبق، اذا كان عندكم بابي كويسون من غير ما تحطوا فرينة، واذا كان ما عندكم مش بابي كويسون لازم تحطوا الفرينة باش ما تلصقش البات من الوطن، خاصة اذا كان خليتوا شوية وقت للبات تخمر. دونك باش نقص هكا، هتشوف البات طرية محليها روعة البات. باش نحطها وكل عادة لاستيس نتاع كل بات يخدموها ما يلزمش تسق على البلون دو ترافاي. تخاف انك متنجمش تهزها، هز البات نتاعك من الاول وحطها في البلاتو. دونك تخاف من بعد، خاصة انك تبدا هاك تمثال كيفينا صوص سخونة تتحل شوية البات. دونك مش نعملها هكا، اكثر مش عملته بالصوص. توا مش نحط الحشوة بتاعي، هكا جود سبع بالنسبة لي. هذا يطبق مش نستعمل عليه البابي كويسون، مش نحط ديريكت على نحط عليه الفرينة. نجيب هكا نحط الطبق متاعي ونمشي البات متاعي ونوسطها ونهبطها. ما تخليوش الجناب طالعه باش من بعد ما تترشقش ولا ترزن عليها الحشو، يرزن عليه الحشو. دونك تجي تعمل هكا تتقطع. اوكي الزيت الكل باش ننزل عليها انا تو هكا على الجناب باش نطبعها. ونحطوا عليها نوريكم فاست السفيرة بارتي. هذه اللي خلاني سكرتها مش نبدأ نلم هذه ونجيب كعبة منها وكعبة منها كعبة منها وكعبة منها كيما تريس بالضبط. نجيب كعبة منها، دونك هذه تتهز هكا وهذه هكا، ونجينا هنا هذه كي تهبط غادي هذه هكا وهذه
هذوما الاشكال اللي نحن نشوفو فيهم في الانستغرام. الزفيراتي هذوما دونك هذي تجي مكعبة بكعبة. من بعد هذي على الاخرى باش نجم نجبد بها اللي بعدها. هذي دونك هذي باش تجي هكا. هاول هذي الداخل هذي البرا هذي الداخل هذي الداخل هذي البرا هذي الداخل ونحطها هكا. اللي من بعد هذي باش تدخل الداخل هذي باش تخرج البرا هكا وتمشي هذي لهنا. هذي بارتي هذي باش تدخل الداخل هذي نخرجها هكا لبرا ونلصقها في الاكستريميتي نتاعها ونجيب هذي لهنا. دونك بقات الكعبة الاخرى هاكا. هذي الداخل هذي دونك تخرج لبرا وهيكي هاكا تجي للداخل دونك ونحشيها هاكا تحت. البات نتاعي نلمها هاكا من الوتر. وهذه الريزلتا فينال روعة. الريحة روعة والمذاق روعة والخفة والبنة. البات طيارة على الاخر حشوشة خفيفة ما هيش رزينة في المعدة. ما عجبتنيش جملة بات نية كلها طايبة. نسيت ما قلت لكم مش على قداش تقعد وقت وعلى قداش الحرارة على 180 درجة ويكون الكوشة مسخنة مسبقا سخونة مسبقا تحطها على 180 درجة لمدة 20 دقيقة بريس كل واحدة وكل واحد والفور متاعو. دونك اعملوا طلة من اللوتس عملت هكا شوية كولور خذيت الكولور الدوري. كان خذيت الكولور الدوري ساي راهي طاب ومن فوق كيف كيف تاخو شوية كولور الدوري. دونك نتيجة رائعة وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاعنا وان شاء الله هنقابلكم في وصفة اخرى جديدة.